مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. انتهى منذ ساعات قليلة مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة برعاية مصرية نرويجية في وجود عدد كبير من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، ذلك لمحاولة إصلاح ما أتلفته مدفعيات الكيان الصهيوني التي قصفت غزة على مدار أكثر من 50 يوما وألحقت بها أضرارا جسيمة في البشر والعتاد. فهل توقف المؤتمر على محاولة جمع الأموال فقط أم أن هناك تفكيرا في تبني حل دائم يضمن لسكان فلسطين العيش بسلام متمثلا في إقامة الدولتين؟ مرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر في ساعة نبدأها بأبرز العناوين. اقتحم العشرات من طلاب الأخوان البوابة الخلفية لجامعة القاهرة، كما دخلت مصفحتان تابعتان لقوات الشرطة إلى حرم جامعة الأزهر لفض مظاهرات طلاب الأخوان، وتم القبض على 3 طلاب منهم. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع حاد مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة اليوم ما يقرب من 13 مليار جنيه. عرض وزير الاقتصاد محمد مصطفى في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية فيلما قصيرا بمثابة رسالة من أطفال قطاع غزة الذين جلسوا فوق حطام منازلهم يبعثون بها إلى مؤتمر إعادة الإعمار، يدعون العالم إلى إعادة غزة أجمل مما كانت عليه. هذا وقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة توفير مبلغ 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار، وذلك لما تم تدميره من الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع. وأكد في خطاب أمام مؤتمر المانحين الذي انعقد في القاهرة اليوم، أكد أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود عام 67 يدفع بمنطقتنا مجددا نحو دوامة العنف والنزاع. يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذ عدنان أبو حسناء المستشار الإعلامي للأونروا. مرحبا بك أستاذ عدنان. أنت جئت توا من المؤتمر، يعني كيف تقيم حتى الآن ما خرج من المؤتمر؟ يعني المؤتمر يمكن تقييمه بأنه ناجح، وناجح للغاية حتى في ظل النتائج التي تم الإعلان عنها. ولكن السؤال الكبير هو ما بعد هذا المؤتمر، مؤتمر على مستوى الترتيب، على مستوى المانحين، الدول المانحة، المنظمات الأممية وغير الأممية، كان عدد مهول وعدد غير مسبوق، الكلمات كانت على مستوى الحدث فعلا، كل الوفود ورؤساء الوفود يفهمون تماما ما الذي تريده غزة، يفهمون تماما بأنه أصبح ضروريا ألا يتم تدمير غزة كل عامين مرة جديدة، وهم أيضا غير مستعدين في نفس الوقت أن يدفعوا أموالا ثم بعد سنة أو سنتين يروا أن أموالهم تحرق وتدمر. لذلك هم كانوا كرماء ومستعدون جدا للدفع بأموال وتعهدات لغزة. نعتقد بأن العمل الحقيقي سيبدأ بعد المؤتمر، مرحلة تحويل هذه التعهدات إلى مشاريع حقيقية، إلى إعادة إعمار حقيقي على الأرض. ما هي الآلية؟ يعني كيف سيتم تجميع هذه الأموال؟ من سيكون مسؤول عنها؟ يعني هذه الأموال في توقعنا بأنها ستذهب باتجاهين، الاتجاه الأول باتجاه الأمم المتحدة كأونر، ونحن المنظمة الأكبر في غزة نرعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، حوالي 75% من السكان، لدينا خبرة في عمليات الإعمار أيضا، بالذات في إعمار البيوت المهدمة، بنينا الحي السعودي والإماراتي والياباني والهولندي، البنى التحتية في داخل المخيمات، المدارس، العيادات، لدينا خبرة طويلة في هذا الموضوع. وهناك أموال بالتأكيد ستذهب إلى السلطة الفلسطينية، لأن هذا كان شرط من شروط المجتمع الدولي أن تكون السلطة الفلسطينية هي المشرفة
على عملية الإعمار. هناك مشاريع استراتيجية، هناك طرق، هناك محطات تحلية مياه، هناك بناء مستشفيات مدمرة، هناك بنى تحتية تم تدميرها في الكهرباء، في المياه، في الصرف الصحي. كل هذا من الممكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية. إذن الحديث الآن عن مشاريع حقيقية فعلا سيتقدم بها كل المعنيون بإعادة الإعمار إلى المانحين من أجل البدء بالمشاريع. يعني لن يأتي أحد ويقول لك خذ أنت 100 مليون دولار هذا للأونروا مثلا، بدون أن تكون الأونروا جاهزة بمشاريع وآليات رقابة وشفافية وكيفية التنفيذ ومدة التنفيذ. يعني وكذلك السلطة الفلسطينية طبعا. بالتأكيد يعني لا يوجد، كيف سيتم التقسيم؟ يعني هل التقسيم مثلا 50% 50%، أو آلية التقسيم هل تم الاتفاق عليها؟ لا ليس كذلك. نحن تقدمنا بورقة عمل، هذه الورقة خطتنا ورؤيتنا لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بالذات اللاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث كأونروا عن اللاجئين الفلسطينيين. هناك برنامج الأمم المتحدة الإنشائي، والسلطة أيضا تتحدث عن المواطنين أي غير اللاجئين، لكن اللاجئين هم غالبية سكان قطاع غزة. نحن بينا بالتفاصيل تعداد اللاجئين كم يا أستاذ حوالي عدنان؟ 1,300,000 لاجئ في قطاع غزة، من عدد السكان 1,800,000، يعني هناك نصف مليون غير لاجئ وهناك مليون مليون ثلاث وتلتمية ألف هم اللاجئين. هم اللاجئين الذين يشكلون غالبية السكان. نحن تقدمنا من خلال هذه الورقة 15 صفحة بتفاصيل كاملة ودقيقة ما الذي نريد أن نفعله. نحن قلنا بأننا وصلنا بالتحقيقات والبحث والاستقصاء والتقييم بأن عدد بيوت اللاجئين التي دمرت في قطاع غزة هي 80,000 بيت، ولكن ليس كلها دمرت بصورة شاملة. من دمر بصورة شاملة وأصبح لا يصلح للسكن 20,000 بيت، هناك 10,000 بيت أصيبت بأضرار جسيمة، وبقية الرقم لبيوت أصيبت بأضرار متوسطة وأضرار طفيفة. هذا المبلغ نحن طلبنا 1.1 مليار من أجل القيام بعملية الإعمار والتعليم والصحة وما إلى ذلك، ثم طلبنا 0.5 مليار آخر من أجل القيام بعملية إصلاح في داخل المخيمات والبنى التحتية والمياه والصرف الصحي، كل شيء متهالك في داخل هذه المخيمات. طب هل نفهم أنه يعني بعد المليارات التي أتت اليوم في هذا المؤتمر ستأخذون يعني 1.1 مليار والنصف مليار الذين يعني طلبتمون في يعني الورقة المعدة من جانبكم؟ نأمل ذلك، يعني نحن جاهزون طبعا بكل الخطط. بس المليارات أتت، هل معنى ذلك أنكم ستأخذون لا ولا هي ولكن ليس المليارات، نعم بالضرورة؟ هي المليارات، هناك آلية، أنت تحدثت عن آلية للدفع. يعني لن يأتي أحد، بالذات الدول العربية، الدول العربية لا تقدم أموالا هكذا، يجب أن تقدم لها مشاريع، وهذه المشاريع هم يوافقوا عليها. يعني نحن طيب بمزيد من البساطة، نعم يعني اليوم مثلا أي دولة عربية، يعني لن أسمي دولة محددة، مثلا قالت أنا سأقوم بالتبرع بمليار، هل بعد ذلك يعني ستأتي لكم وتطلع على المشاريع ثم بعد ذلك بقى توافق على الدفع أم لا، أم أنها بمجرد التعهد اليوم في المؤتمر سيتم الدفع؟ لا لا، هم لن يقوموا بالدفع لأي مشروع تخترعه أنت أو غيرك، ولكن أنت لدينا يعني هذه الإحصاءات. لدينا على سبيل المثال نحن نريد أن نقيم 4 محطات تحلية مياه. تقدم أنت كل الوصف الحساب والكميات وحسابات الجودة ومدى احتياج المنطقة أيضا. يعني اليوم العالم قرية صغيرة، يعني عندما تتحدث مثلا عن دولة الإمارات العربية المحتلة، هم يعرفون دولة الإمارات العربية، يعرفون الأراضي العربية المحتلة بصورة جيدة. تمام؟ الإمارات تعرف غزة يعني بالشارع على سبيل المثال. عندما نقول للإمارات نحن نريد أن نبني مثلا في منطقة بيت حانون أو نصلح 700 بيت، هم يعرفون بيت حانون ويعرفون مدى احتياج منطقة بيت حانون. يعني لا يوجد شيء نخفيه الآن في هذا المجال، وكذلك السعودية وبقية دول الخليج يعني في هذا الإطار. لذلك المهم أن تقدم مشاريع، أن تقدم مشاريع وتكلفة هذه المشاريع والفترة الزمنية لإنجاز هذه المشاريع. ولكن موضوع التعهدات شيء وموضوع الواقع شيء آخر. الواقع إدخال مواد البناء. يعني ما فائدة أن يكون لديك أموال وغير قادر على إدخال وغير قادر على مواد إدخال البناء. مواد البناء؟ وهذه قضية مهمة جدا
تم نقاش أيضا طب في قبل أن المؤتمر. أخرج يعني من هذه القضية إلى مسألة مواد البناء وكيف ستدخل إلى قطاع غزة، هل سيكون هناك، أنت طبعا يعني خبير في هذه المسألة ولديك خبرة، هل سيكون هناك تعقيدات يعني في مسألة الدفع؟ يعني اليوم التعهد ويبقى بقى الواقع، هل سيكون هناك يعني من وجهة نظرك تعقيدات من جانب بعض الدول لكي تدفع مثل هذه المبالغ؟ يعني ليست تعقيدات ولكن هي اشتراطات لكي تضمن هذه الدول أن تذهب أموالها في الطريق الصحيح، ونحن نتقبل ذلك بسرور. يعني نحن نتقبل هذا الموضوع، ليس لدينا ما نخفيه، ميزانياتنا على الإنترنت. نحن إذا كنا في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة كنا نصور المواد وهي تدخل من المعابر وفي المخازن وأطقم كبرى المئات يشرفون عليها حتى لا تتسرب هنا أو هناك، من أجل أن نقوم بعملية إنجاز حقيقية في غزة. يعني هذا لا يهمنا كثيرا، يعني الاشتراطات نحن جاهزون إلى ذلك، ونحن لا يجب أن نفترض في العالم اليوم في المانحين السذاجة. القضية ليست على الإطلاق بهذه السهولة. إذا هم قبل أن يعطيك مبلغا معينا يريد أن يرى هذا المبلغ إلى أين سيذهب، ما هي الإنجازات، الفترة الزمنية. أنا سأعطيك مثلا واحدا، هناك أحد الدول قدمت للأونروا عدة ملايين من الدولارات في قطاع غزة، وكان كنا نريد أن نبني في شمال قطاع غزة أو نقوم بعملية إصلاح، ولكن لم نتمكن. عرضنا عليهم، قلنا لهم نريد أن نستخدم هذا المبلغ في منطقة أخرى في منطقة رفح، رفضوا وسحبوا المبلغ. لماذا؟ يعني سحبوا، ما لأن يعني هو يريد أن يذهب هذا المبلغ من أجل بناء في منطقة مثلا شمال قطاع غزة، تريد أن تبني له في منطقة أخرى لا يقبل. يعطيك مثلا، طب يعطيك أنت وكالة كنت بالطبع مقتنع بوجهة نظرك، ولذلك سألتك عن التعقيدات، يعني هل ممكن أن نسمي بقى هذه الاشتراطات تعقيدات على أرض الواقع من جانب بعض الدول؟ لا، هذه ليست بصراحة، ليست تعقيدات. إذا كان هناك نية للدفع فعلا وهناك اشتراطات فنية وتقنية والتزام من المانح ومن المتقبل، نحن ريسيفرز يعني لهذه الأموال، ونريد أن نستخدمها في اتجاهات معينة، أنا لا أعتبرها تعقيدات. تعقيدات على الإطلاق. لماذا؟ لأن لا توجد نوايا شريرة. لو كان في المنتصف نوايا شريرة للاستفادة من المبالغ أو استخدامها أو السمسرة وما إلى ذلك، من الممكن، ولكن نحن لسنا منظمة ربحية. نحن منظمة أممية تعمل منذ 64 عام من أجل خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ليس فقط في قطاع غزة، ولكن نحن نقدم خدمات لخمسة ملايين ونصف لاجئ فلسطيني في سوريا والأردن والضفة الغربية وغزة والأردن. نعم. طيب اسمحي سأعود لك أستاذ عدنان، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود. شارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة اليوم الذي تنظمه مصر والنرويج وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وموفدون من نحو 50 دولة، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عدة هيئات إغاثية ومنظمات دولية وسياسية مثل صندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية. قدرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة بأكثر من 4 مليارات دولار، من بينها 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية و1.8 مليار دولار من أجل الإنعاش المبكر و2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة. طالب توني بلير مبعوث الرباعية الدولية للشرق الأوسط اليوم بتوحيد أراضي الدولة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن ذلك يتطلب وجود حكومة إسرائيلية تتقبل التفاوض وتقدم ضمانات للالتزام بالانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها في عام 67 و900 وألف. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. أستاذ عدنان، إذا التعهدات كانت اليوم سيتم التنفيذ على أرض الواقع إذا خلصت النوايا ولن يكون هناك تعقيدات. فيما يخص بقى الفترات الزمنية، يعني ما هي الفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ هذه المشروعات؟ يعني من المفترض أن تبدأ فورا. لماذا؟ لأن هناك أكثر من 110 ألاف من الناس نازحين إما في مدارس الأونروا ولا يزالوا، هناك 52 ألف في مدارسنا
لا مكان لديهم على الإطلاق، بدلا أن تستخدم المدارس للتدريس الآن تستخدم كمراكز إيواء، وهناك حوالي 60,000 في خارج مدارس الأونروا وعند أقاربهم ومعارفهم، هؤلاء بيوتهم مدمرة والحياة في غزة مدمرة نهائيا. لذلك الأمين العام للأمم المتحدة اليوم بان كي مون قال في خطابه في المؤتمر، قال إنه يجب عدم الانتظار طويلا. لماذا؟ لأن كل عوامل التفجير والاشتعال لا زالت موجودة في غزة. يعني هؤلاء الناس عيونهم مفتوحة على الأمل القادم من مؤتمر القاهرة. نعم الخطابات كانت رائعة، التعهدات كانت أكبر وأروع بكثير من ما التوقعات. توقعت؟ نعم، ولكن اليوم نحن أمام مرحلة العمل. من سيحكم على هذا الموضوع؟ طبعا نحن لا نشكك بنوايا أحد، المؤتمر فقط انتهى منذ ساعة تقريبا أو ساعة ونصف. ولكن التجربة من موضوع شرم الشيخ، مؤتمر شرم الشيخ، هناك تعهدات أيضا بالمليارات ولكن لكنها لم تنفذ لم على أرض تنفذ الواقع. على على الإطلاق. أرض الواقع على الإطلاق اليوم الوضع مختلف، يعني دعينا نعترف بأن العالم كله اليوم يدرك بأنه يجب عدم تجدد الحرب في غزة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه غزة والعوامل التفجير الموجودة بها تهدد السلم الإقليمي، وهذه الرسالة كان مفوض الأونروا السابق فيليبو جراندي قد وجه تحذيرا قبل شهرين من اندلاع الحرب في غزة، وقال في هذا التحذير أن الأوضاع وصلت إلى درجة خطيرة للغاية، من استمرار الحصار واستمرار هذه التراكمات السلبية، الطاقة السلبية المتفجرة في داخل الناس ستؤدي إلى انفجار، والوضع في غزة فعلا يهدد السلم الإقليمي. هذا كان رأي الأونروا، ونحن بعثنا للجميع في حوار دائم مع الإسرائيليين بأن ما يحدث في غزة لن يخدم أمن إسرائيل ولن يخدم السلام ولن يخدم الاستقرار. إسرائيل جربت 3 حروب في 6 سنوات يعني ولم ينفع. بالفعل أستاذ عدنان، هذه رؤية متداولة. الآن مؤتمر إعادة الإعمار والمليارات تتدفق على غزة في هذا المؤتمر لمجرد أن هناك تخوفات من الانفجار في غزة، وطبعا داعش وربط يعني كل الجماعات التكفيرية الإرهابية يعني كما يطلقون عليها بالطبع ربطها ببعض. هل أنت توافق على هذه الرؤية؟ لا أنا أعتقد يعني غزة يعني مختلفة نوعا ما، يعني لا نتحدث نحن في غزة عن جماعات تكفيرية كالموجودة في العراق أو وما إلى ذلك، يعني لم نسمع على الأقل بوجود هذه الجماعات في غزة، ولكن يجب الانتباه بصراحة أن غزة تجاور إسرائيل، وإسرائيل هي أهم مكان في العالم للعالم الغربي. لذلك هناك إشكالية حقيقية أن هذا المكان به لاجئون فلسطينيون، غالبية سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، مكان محاصر، الناس ليس لديها أفق، يعني كما يقولون بالمصري ما فيش بكرة في غزة، لا أفق لا سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي ولا أي شيء في غزة. ففي تصورنا كنا دائما نحن نتحدث بكل وضوح مع الأمين العام، مع الإدارة الأمريكية، مع الاتحاد الأوروبي، ونقول لهم أن حصار غزة لن ينتج شعبا معتدلا، يعني لا تدع الأمور تدفع باتجاه أن الناس تتصرف في غزة كسجن، ولك أن تتخيلي سلوك السجناء نزلاء هذا السجن. هذا هو الوضع في غزة. عندما يصل الوضع في غزة أن من يملك مليون دولار ومن يملك دولار نفس الشيء، يعني هذه الأموال في هذه الحرب الأخيرة، أخطر ما حدث في الحرب الأخيرة أن هناك طبقة من الناس، هؤلاء هم الصناع ومالكي الأراضي و مالكي العقارات وأصحاب المصانع، سحقت تماما. يعني شخص كان يملك 3 ملايين دولار بعد 10 دقائق أصبح لا يملك شيء، ليس لأنه خسر في تجارته، لا، لكن لأن مصنعه دمر تماما، وبيته هدم فوق رأسه، وبيارته أو مزروعاته لم تعد موجودة على طيب. الإطلاق. إذا جزء من الموضوع الحصار المفروض على غزة، حتى مع تدفق هذه المليارات ربما سيبقى الحصار. مواد البناء جزء أساسي جدا في يعني في الموضوع، خصوصا أنكم ستقومون بالبناء وإسرائيل ترفض دخول مواد البناء. هناك حديث عن اتفاقية ثلاثية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومفتشين دوليين ليعني يعني
على المعابر للرقابة طبعا على هذه المواد. كيف تنظرون إلى هذه الاتفاقية؟ يعني هذه الآلية هي موجودة لدى الأونروا حتى قبل هذا الاتفاق، ولكن هذه الآلية كانت تخص الأونروا وإسرائيل، لكن اليوم الحديث عن القطاع الخاص الفلسطيني والذي هو عماد العملية الاقتصادية والبناء في قطاع غزة، نحن بالأونروا نرحب بهذه الآلية التي ستسرع، إذا كانت ستسرع في عملية إدخال بس مواد. هل ستسرع يعني من المفتشين؟ هل من الممكن أن تسرع؟ يعني نعتقد أنها ستكون أسرع من الآلية المتبعة حاليا، ستكون أسرع من ألا يدخل أي شيء. يعني هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الأفضل؟ يعني أن تدخل مواد بآلية معينة رغم هناك تعقيدات، هذا جانب، أو لا تدخل نهائيا. ولكن في نفس الوقت، وهذه القضية مهمة جدا، ونحن سئلنا اليوم في المؤتمر كأونروا من العديد من الصحفيين، هل أنتم أو هل الأمم المتحدة ستقوم بإدارة الحصار بدلا عن إسرائيل؟ اليوم هذا سؤال وجه للمفاوض العام لأونروا ولكل المسؤولين الأمميين، بالتأكيد لا. الأونروا تقول وموقف واضح أن هذه الآلية ليست بديلا على الإطلاق عن رفع الحصار. الحصار هو الأساس وأساس كل الإشكاليات في غزة. هل معنى ذلك أن هذا تجميل للحصار؟ يعني ربما البعض يرى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه يا أستاذ عدنان. لا أعتقد أن الوضع، يعني دعينا نكون متفائلين في البداية، لأنه يعني عدم التفاؤل يعني الحرب. عدم التفاؤل يعني مزيد من الإحباط ومزيد من اليأس، والناس في غزة الآن المشكلة ليس لديها ما تخسره. طيب إذا كنت أنت متفائل يعني دعني أخذ يعني الجانب الآخر وأكون متشائمة. تحتاجون ربما بعض يعني التصريحات 1200 يعني ناقلة تدخل غزة يوميا. نعم. من مختلف يعني طبعا النقلات، مواد بناء ومواد إغاثية وهكذا. إسرائيل تسمح فقط بدخول من 200 إلى 400، ما هي توقعاتك؟ أنا أتوقع أنه سيكون هناك ضغط على الجانب الإسرائيلي في توسعة المعابر، فتح معابر أخرى، يجب أن يكون ذلك، غير ذلك يعني أننا ندخل في إشكاليات وتعقيدات كبيرة. إسرائيل تدرك وكل العالم يدرك ومنظومة الأمم المتحدة بأن لا أحد سيسمح بتجدد الحرب مرة أخرى، بسبب أن غزة لا يريد أحد أن يعطيها فرصة للحياة. هؤلاء بشر ككل البشر. إسرائيل جربت كل شيء في غزة، الحروب، القتل والدمار والخراب وما إلى ذلك، ولم تجرب شيئا واحدا. طيب يبقى هل هناك ضامن جديد يعني صحح لي المعلومة إذا كنت مخطئة؟ منذ حوالي تقريبا أسبوع كانت هناك يعني من جديد مشاكسات إسرائيلية ترفض دخول يعني مواد بناء وبعض النقلات حتى بعد هذه الاتفاقية، فهل هناك ضامن جديد يضمن دخول مثل هذه المواد لإحياء غزة من جديد؟ أنا أعتقد أن الضامن الوحيد والضامن الحقيقي هو أن يكون هناك حياة للناس في غزة. إذا أعطت إسرائيل لسكان قطاع غزة أمل جديد أن يبنوا بيوتهم ومزارعهم ومصانعهم وأن ينشغلوا في حياتهم ككل البشر، أنا أعتقد جازما بأن غزة لن تشكل تهديدا للسلم والاستقرار وما إلى ذلك. لن يكون يعني إذا كان للناس ما تخسره في غزة، أنا أعتقد أن ذلك سيساهم كثيرا على مدى استراتيجي طويل في الحفاظ على حالة الهدوء. إسرائيل يعني هناك إشارات بأنها تفهم الآن ما حدث وأرسلت إشارات معينة حتى بالنسبة لنا بأنها تريد أن يبدأ الإعمار بسرعة، ولكن نعود مرة أخرى إلى نفس الدائرة. هذه المنطقة الشكوك بها هائلة والتراجعات غير مسبوقة. ما نريده نحن أن نرى شيء حقيقي على الأرض، نرى مئات الشاحنات المحملة بالإسمنت والحديد تدخل إلى قطاع غزة، نرى الأموال فعلا تتحول إلى اعتمادات بنكية، ونرى الناس تعمل والحياة تبدأ مرة أخرى. هذه الثلاث محاور التي نؤمن بها، ولكن في الإطار العام نحن ممتنون لكل المانحين، نرحب بهذه الأجواء التفاؤلية والإيجابية، ولكن نريد أن نرى عملا حقيقيا. واصل معك أستاذ عدنان، ولكن اسمح لي بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل. أعلنت وزيرة التعاون الدولي الإماراتية عن التبرع بقيمة 200 مليون دولار
كما أعلن وزير الخارجية القطري عن التبرع بمليار دولار. أما وزير الخارجية الأمريكي فقد أعلن عن دعم ب 212 مليون دولار، كذلك 20 مليون جنيه استرليني دعم بريطانيا لإعمار غزة، في حين تعهدت الجزائر بدفع 25 مليون دولار، أما السويد فتساهم بعشرة ملايين دولار. أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي أن المملكة العربية السعودية تتواصل مع كل الدول لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام المملكة في هذا الإطار. تعهدت جنوب إفريقيا بمليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. وقالت ممثلة جنوب إفريقيا في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة إن بلادها طالبت إسرائيل أثناء العدوان على غزة بوقف إطلاق النار، معربة عن سعادة بلادها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. أستاذ عدنان، في المؤتمر اليوم حركة الجهاد، حركة حماس بالطبع غير موجودين. حركة حماس يعني الآن كيف سيكون دورها داخل القطاع؟ أنا أعتقد هناك تطورات يعني حدثت في خلال 48 ساعة التي سبقت المؤتمر، وهي استجابة لمطلب العالم أن يكون هناك الشرعية الفلسطينية، أن تكون السلطة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة. هذا الشرط تحقق بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله وعقد جلسة الحكومة في قطاع غزة. واليوم تحدثوا في المؤتمر كثيرا عن هذا الموضوع، السيدة أشتون تحدثت أيضا ورحبت بهذا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث عن حكومة الوحدة الوطنية، أيضا توني بلير وضرورة أن تكون السلطة في غزة وتشرف على عملية الإعمار. يعني لا خيارات فيما يخص مسألة الزيارة، يعني هل مسألة زيارة من جانب الحكومة إلى غزة هل هي كافية، أم أن المواطن الفلسطيني في غزة يحتاج أكثر من ذلك، يحتاج إلى ممارسة يعني الحكومة من مقراتها داخل غزة؟ بالتأكيد هذا ما يحتاجه المواطن الفلسطيني. القضية ليست قضية بروتوكولية أو قضية شكلية على الإطلاق. الناس تريد فعلا أن ترى الحكومة الفلسطينية تعمل في قطاع غزة، مقرات للحكومة. لماذا؟ لأن لا بديل الآن، إما أن تكون الحكومة في غزة وإما لا يكون إعمار. اليوم سمعنا كلاما واضحا في هذا الإطار أن المجتمع الدولي يتحدث عن ضرورة أن تكون عملية الإعمار من خلال السلطة الفلسطينية. وهذا حماس شيء كيف سيكون دورها في الفترة القادمة من وجهة نظرك؟ يعني أنا لست يعني لا أتحدث باسم حماس، ولا يسمح لي يعني موقعي أن أتحدث عن أي فصيل سياسي فلسطيني، ولكن أنا في تصوري بأنه الكل الفلسطيني يعي تماما هذه التطورات الدراماتيكية والتطورات الحادثة بالنسبة لقضية إعمار قطاع غزة. هؤلاء أحد أهم الشروط لديهم أن تكون السلطة، فالخيار الآن إما لا إعمار على الإطلاق أو أن تكون السلطة، والسلطة تشرف بفاعلية على هذا الموضوع، على عملية الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن كل الفصائل ومكونات الساحة السياسية الفلسطينية ستوافق على ذلك، لأن لا خيار وإلا استمرار المعاناة. يعني القضية الفلسطينية تساوي مقاومة فلسطينية يعني منذ قديم الأزل. في حال اعتدال حماس، من الذي سيملأ هذا الفراغ؟ وهذا جزء من الموضوع. أنا أسألك هنا كمواطن فلسطيني. والله أنا بصراحة لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، يعني أرجو أن لا تخرجيني من كوني أنا ناطق باسم الأونروا، أنا ناطق باسم الأمم المتحدة. ويعني لا أعتقد أنه يرتقي إلى ما أنا أمثله بصراحة. يعني أنا سألتك كمواطن فلسطيني وجزء أيضا من الحوار حتى ألمس يعني الواقع السياسي، لأن إعمار غزة لن يكون إلا بتحييد يعني، وكان هذا أيضا شرط من شروط يعني إعادة الإعمار من كثير من الدول، هو تحييد حماس وكل حركات المقاومة. ومسألة كيف سيكون الواقع بعد ذلك هو جزء من الموضوع، ولكن يعني إذ لم تكن يعني تريد أن تخوض في هذا الموضوع فأنا أحترم ذلك. أنا فقط أريد أن أقول يعني شيء واحد في هذا الموضوع، وبعد ذلك تعذرينني لن أكمل به، بأنه أنا لا أعتقد أن العقل الفطري يعني الإنسان
واليوم ما يحدث في غزة، لا أحد يريد أن غزة تصل إلى زي مثل قصة أصحاب الأخدود في القرآن، يعني حفر لهم واد ووضعوا في داخل الحفرة وأحرقوا، وبعد ذلك يعني لا وجود مادي لهؤلاء الناس. أنا أعتقد الجميع في قطاع غزة، سواء فصائل أنت تسمينها أو يسمونها متطرفة غير متطرفة، معتدلة، إرهاب معتدل، إرهاب متطرف وما إلى يعني ذلك، سأسميها بأسمائها، يعني المقاومة الإسلامية حماس والجهاد، أو غيرك أكبر طبعا، هم يعني أكبر يعني فصيلين نعم كثير موجودين. يعني من الفصائل. أنا أعتقد أنهم جميعا، ونحن سمعنا يعني تصريحات صدرت من غزة تعقيبا على نتائج المؤتمر بصورة سريعة، أن الجميع يرحب بالتبرعات، الجميع يرحب بعملية إعادة الإعمار، والجميع متفق في غزة بلا استثناء على أن غزة أمام فرصة حياة جديدة، وأن يجب استغلال هذه الفرصة من أجل التقدم فعلا في حياة هؤلاء الناس الذين عانوا أكثر من أي مكان في العالم. لا يوجد مكان يعني يغيب عنه هذا الأفق. يعني أنا لدي صديق من الأمم المتحدة يعمل في الصومال، يعني قال لي بأن الكهرباء تأتي في مقديشو 10 ساعات يوميا، بينما غزة الكهرباء تأتي 4 ساعات و5 ساعات، هذه القضية منذ سنوات وليس الآن. يعني أساسيات الحياة غير متوفرة في غزة، وعندما تغيب قدرة الإنسان على الحصول على أساسيات الحياة توقعي منه كل شيء. إسرائيل اليوم كانت تريد حضور المؤتمر ولكنها لم تكن موجودة، يعني لماذا؟ وهل من الممكن بالفعل أن تكون موجودة يعني في هذا اليوم؟ يعني هناك آراء كانت في المؤتمر تقول بأن إسرائيل يجب أن تحضر. لماذا؟ لأن إسرائيل هي التي تحملت مسؤولية دمار غزة، ومن يتحمل من دمر يجب أن يتحمل المسؤولية ويجب أن يدفع. هناك آراء قالت بأنه لا يجب لمن دمر أن يحضر عملية الإعمار، ولكن بالنتيجة نحن لم نرى وفدا إسرائيليا في المؤتمر، بل على العكس كان هناك اتهامات كثيرة من كثير من المتحدثين لإسرائيل بأنها بالغت في عملية الهدم وعملية القتل للمدنيين الفلسطينيين. هذا ما سمعناه خلال اليوم. نعم، من ضمن ايضا ما اجمع عليه معظم الوفود اليوم ان يعني سيكون هناك اعمار، فيعني مش من المفروض تاني ان يكون في تاني دمار مرة ثانية لغزة، وكان ده تقريبا اجماع من معظم الوفود. نعم هل من الممكن أن نجد في الفترة القادمة تحركات على المستوى السياسي من جانب رئيس السلطة الفلسطينية حتى يكون هناك بداية جديدة للمفاوضات؟ يعني هناك حديث صدر اليوم في المؤتمر عن محاولة ربط عملية الإعمار بموضوع المفاوضات والبدء بعملية تفاوض من جديد. يعني هذا ما سمعناه، يعني كانت تدور في أروقة بعض السياسيين في داخل المؤتمر، ولكن أنا أعتقد بأن الرأي العام في داخل المؤتمر كان مع البدء بعملية الإعمار فورا، وعدم ربط هذه العملية لا بتقدم في مفاوضات السلام. مفاوضات السلام تتعثر منذ أكثر من 20 عام، لذلك ربط إعمار غزة هذا غير مطروح على الإطلاق من معظم المتحدثين الرئيسيين. يعني بان كي مون اليوم كان واضحا وقال يجب عدم التأخر في هذه العملية. لماذا؟ أننا لا نريد تفجيرا جديدا، لا نريد حربا جديدة، وقال بأن كل عوامل التفجير والاشتعال لا زالت موجودة في قطاع غزة. رسالة من شخصية بهذا المستوى، هو يفهم تماما ما يحدث في قطاع غزة. نحن على اتصال يومي بمكتب السيد بان كي مون، نزودهم بكل التقارير وكل دقائق الأمور، هو يعرف عما يتحدث. لذلك أنا أعتقد بأن ربط بين الأمور فيما يخص حاجات الناس الأساسية. الشتاء يدخل بعد أيام، بعد أسابيع. الشتاء قاسي كان العام الماضي في غزة، وكان كما يشبه حرب بصراحة، فيضانات ومناطق غارقات وناس لجأت إلى بيوتها والكثير من الأمور، وبيوت دمرت. لذلك نحن نريد أن تبدأ عملية الإعمار بسرعة، أن يعود هؤلاء الناس إلى بيوتهم، ألا يحدث حتى تغيير في المفاهيم. يعني الناس، أنا وجدت بعض الناس في غزة
يعني المطر هو خير، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا وطبيعتها، ولكن يخشون المطر. لماذا؟ لأن الأمطار الآن التي ستأتي للبيوت المدمرة ستزيد الوضع سوءا. يعني كيف سيعيشون؟ اليوم هم يعيشون في المدارس، أجواء الصيف الحارة في المدارس في الخيام لا يتأثرون، ولكن بأمطار غزة الغير مسبوق العام الماضي التي من الممكن أن تتكرر هذا العام سيكون الوضع مأساويا. فنحن لا نريد تغيير في قيم الناس حتى بالخير والشر نتيجة هذا الدمار الكبير. أحدهم يقول أنا لا أريد مطرا، إن شاء الله لا تمطر، يعني واحد بيقول إن شاء الله ما تمطر السنة. يعني إلى علاقة بمفاهيم نحن فطرنا عليها، أن المطر هو جيد وهو خير، ولكن ما حدث في غزة من دمار هائل وغير مسبوق، حتى بعض المفاهيم الفطرية قد تتغير. إذن ما تتوقعون يعني بداية البناء؟ يعني نحن جاهزون كما قلت بمشاريع، سنقدم هذه المشاريع فورا، يعني من غزة من المؤتمر وفد الأونروا كنا نناقش ضرورة الإسراع لمنطقة إقليم غزة في تقديم المشاريع. لدينا الآن رؤية كاملة عما حدث من عمليات تدمير، ولدينا رؤية أيضا حجم وتكاليف هذا التدمير بناء على الخبرة، وبناء على أن المواد ستدخل أيضا، لكن عدم دخول المواد يزيد التكلفة طبعا أكثر من ذلك. هناك عقود مع مقاولين تتأجل وغرامات تدفع والكثير من التعقيدات الغير مسبوقة، بالإضافة إلى عدم البدء بعملية الإعمار يزيد من التكلفة على الأونروا. لماذا؟ لأنه نحن تعهدنا بأن ندفع إيجارات بيوت للناس حتى نبني لهم. أنتم فيما يخصكم ليس هناك علاقة مباشرة مع إسرائيل لدخول مواد البناء، يعني تعتمدون في هذه النقطة على السلطة الفلسطينية والاتفاقية ومفتشين الأمم لا، المتحدة. نحن لدينا علاقات خاصة مع الجانب الإسرائيلي، تواصل مباشر بعيدا عن السلطة. لذلك مواد البناء كانت تدخل بصورة بطيئة، ولكنها تدخل خلال الأعوام الماضية إلى مشاريع الأونروا. يعني مواد البناء تدخل إلى مشاريع الأونروا ولا تدخل إلى القطاع الخاص الفلسطيني. لذلك نحن أصبحنا العنوان الرئيسي للتشغيل وللبناء في قطاع غزة، ونحن لا نريد ذلك. لماذا؟ لأنه نحن لسنا الحكومة في غزة. ولكن مدارس يعني المدارس قصفت في يعني العدوان نعم الأخير، وكانت هناك اتهامات أن هناك صواريخ داخل المدارس وما شابه. حتى بعد يعني هذه الإشكاليات ما زالت علاقات بينكم وبين إسرائيل فيما يخص مواد البناء ودخولها؟ طبعا إسرائيل هي القوة محتلة تحاصر قطاع غزة، لا منفذ يعني لا مناص من هذه العلاقة، والقانون الدولي يقول أن غزة والأمم المتحدة لا زالت منطقة محتلة وإسرائيل تتحمل مسؤولياتها. يعني نحن لسنا طرفا فلسطينيا، نحن منظمة إنسانية محايدة، مكون رئيسي من مكونات الأمم المتحدة، نلتزم بقيم ومعايير الأمم المتحدة. العلاقة مع إسرائيل تحكمها نظم وقوانين الأمم المتحدة، هناك اتفاقية، كما هناك اتفاقية موقعة مع السلطة الفلسطينية، هناك اتفاقية أيضا موقعة مع الجانب الإسرائيلي تحكم طبيعة العلاقات وعمل الأونروا وحصانتها، ولكن ليس دائما تحترم هذه الحصانة. كما قلت، قصف مدارس الأونروا، العشرات قتلوا، 76 مدرسة أصيبت بأضرار، عيادات أيضا أصيبت بأضرار. يعني الحصانة نسبية وليست كاملة في التعامل مع الجانب الإسرائيلي. مش سأعود إليك، ولكن اسمح لي بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير. قال الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية اليوم إن نجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة مرهون بالتزام إسرائيل بفتح المعابر، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين دخول مواد البناء للقطاع، مشيرا إلى وجود إسرائيل على المعابر يجعل عملية إعادة إعمار قطاع غزة تستغرق من 6 إلى 10 سنوات. أكد الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان اليوم أن مؤتمر إعمار غزة نتيجة مسؤولية مصر بشكل كامل عن هذا الملف تاريخيا وعربيا وأمنيا، بينما الجديد هو نجاح مصر في أن تصبح مسؤولة اقتصاديا وماليا عن غزة بعد أن أصبحت مقرا للإعمار.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة المانحين المشاركين في المؤتمر إلى دعم سخي لقطاع غزة، وقال إن الخطة الأممية تحتاج إلى 1.2 مليار دولار كجزء من خطة وضعتها السلطة الفلسطينية تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. أستاذ عدنان، أنا كنت سألتك يعني كم سيستغرق الإعمار، لأننا يعني كما سمعنا هناك يعني بعض من يتحدث أن الإعمار قد يستغرق من 6 إلى 10 سنوات في حال يعني غلق المعابر من جانب إسرائيل أو يعني عدم تسريع دخول المواد. وأيضا سألتك يعني متى من المتوقع أن تبدأوا في عملية البناء، ولكن لم أخذ منك إجابة محددة، أريد حتى ولو توقعات. يعني نحن نتوقع أن نقدم للجانب الإسرائيلي طلبات خلال الفترة القليلة القادمة. أيضا بالنسبة للتمويل، نحن سنتقدم للمانحين بسرعة، لدينا الخطط والبرامج جاهزة للدول التي قدمت تعهدات ضمن الخطة الموضوعة. يعني نحن لدينا حجم قياسي 1.6 مليار دولار سنقدم في هذه المشاريع، يعني سنقدم من خلال هذه المشاريع من اجل تنفيذها في طيب انت قطاع غزة. قد ياخذ الامر اسابيع، الشتاء يعني قادم اسابيع فقط. اسابيع، نعم، قد ياخذ اسابيع حتى نرى فعلا عمليه دخول مواد البناء. هناك تجهيز لاليه الرقابه الدوليه التي يريدها الاسرائيليون، والتي تم الاتفاق مع السلطه ومع الامم المتحده، المراقبون كيف يعملون، اين يتواجدون. يعني هناك أمور فنية ولوجستية يتم تجهيزها في هذا الإطار. بعد الأسابيع يكون هناك بدء فوري للمشاريع. نعم، نحن نعتقد ذلك، في ظل أن هناك رسائل أيضا تأتي من الجانب الإسرائيلي بأنهم معنيون في عملية الإعمار، هكذا هم يقولون. ويقولون أيضا بأنهم لا يريدون لغزة أن تستمر في توتر كبير، لأن ذلك سينعكس عليهم. يعني هذه رسائل جيدة نقلها بعض المقاولين ورجال الأعمال الذين اجتمعوا مع الجانب الإسرائيلي، ونحن أيضا تلقينا رسائل مشابهة. فيما يخص بقى المدة، يعني سمعنا وطبعا زي ما حضرتك سمعت معانا أنه ربما تصل يعني من 6 إلى 8 سنوات أو 10 سنوات، أنت كيف تتوقع؟ بالتأكيد إذا لم تدخل مواد البناء بالوتيرة أو بوتيرة أسرع بكثير مما هو موجود عليه الآن، والتي من خلال هذه الآلية نحن نتسلم مواد بناء من إسرائيل، نقدم لهم المشروع اليوم يوافق عليه بعد عام، وبعد ذلك يعني بعض المشاريع تأخذ حتى 14 شهر بعد ذلك يبدأ إدخال عمليات إدخال مواد البناء. إذا كانت هذه الآلية ستستخدم وتطبق اليوم، أنا أعتقد أن الموضوع سيأخذ 20 عام وليس 10 سنوات. ولكن يجب التنبيه أن هناك آلية جديدة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية من أجل تسريع في إدخال مواد البناء. نعود مرة أخرى ونقول أن هذه الآلية لن تكون بديلا عن رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة والسماح بالتصدير، ولا سيبقى هذا المجتمع رغم إعادة الإعمار يعتمد على الأونروا في تقديم المواد الغذائية له. قدمنا في خلال الحرب 1.8 مليون مساعدات شاملة، واليوم نقدم لحوالي 1 مليون معدم وفقير مساعدات بصورة منتظمة. طب هذا ينقلنا إلى الشق السياسي، لأنها كيف ستتصرف السلطة الفلسطينية إذ لم يكن هناك وفاء يعني بالوعود من جانب إسرائيل؟ اليوم في المؤتمر طبعا وزير الخارجية الأمريكي كان موجود، هل هناك مدار في الكواليس ما بين وزير الخارجية وبين رئيس السلطة فيما يخص يعني الفترة القادمة؟ ماذا يعني أثير؟ السيد الرئيس محمود عباس كان واضحا في خطابه اليوم، هو لم يقدم يعني روحا بخبرته طبعا روحا تفاؤلية شاملة عن الوضع القادم، ولكن تحدث عن معيقات أيضا عملية الإعمار، وقال ما الذي ينقصنا نحن كفلسطينيين من أجل أن يكون لنا دولة وآواء إلى آخره، وأن غزة عانت كثيرا ويجب عقاب من قام بعمليات التدمير وما إلى ذلك. بعد ذلك حدث اجتماع بين السيد كيري والسيد
الرئيس. ما سمعناه من أن موضوع أيضا إعادة الإعمار والمعيقات كانت على جدول البحث، ولكن لم يصل لدينا، أو كان بيننا أيضا وبين الرئيس محمود عباس، بين مفوض الأونروا بيير كيرهم بول والسيد الرئيس محمود عباس اجتماعا، ولكن مفوض الأونروا أنا لم أرى بعد ذلك، أنا مستشار الإعلامي لم أراه، وغادر بسرعة عبر مطار القاهرة، ولم أتمكن من معرفة تفاصيل اللقاء، هل فعلا أو نتائج هذا اللقاء الذي حدث والاتصالات. هناك من يقول أن اليوم الأجندة الأمريكية هي ضغوط على الرئيس الفلسطيني من أجل يعني إبطاء بعض الخطط التي كان يعني قد تم الإعلان عنها، وأنه سيكون هناك خطة جديدة يتم عرضها من جانب السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة. هل بالفعل من الممكن أن يكون يعني هذه الضغوطات بالفعل فعلية؟ يعني بلا شك اليوم السيد جون كيري كان واضحا عندما قال بأنه حتى عملية إعمار غزة يجب أن تكون مرتبطة بعملية سياسية حتى نضمن عدم تدمير غزة مجددا. يعني كيف تضمن عدم تدمير غزة؟ في رأي السيد كيري، وأنا استمعت لخطابه جيدا، قال بأن الأطراف يجب أن تكون engaged، يعني متصلة أو في عملية سياسية مثمرة وبما فيها التفاوض، يجب أن يعود بين كافة الأطراف، وربطها بموضوع غزة حتى يضمن المجتمع الدولي الذي دفع أمواله 3 مرات وسحقت ودمرت هذه الأموال عدم تدمير غزة مجددا. نعم. يعني الموضوع كان مربوطا أو مرتبطا بما حدث في قطاع غزة وما سيحدث في قطاع غزة، ولكن بصفة عامة هذا كان خطاب كافة المتحدثين، أننا لا نريد أن نرى غزة تدمر مرة أخرى، لا نريد لأموالنا وكأنها ذهبت هباء منثورا، نريد أن نرى أموالنا تنتج فعلا حقيقة إيجابية جديدة في غزة، وأناس لديهم أمل وأفق بالحياة. أنا أعتقد بأنه ربط إعمار غزة بالتفاوض، وربط إعمار غزة بالتطورات السياسية بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي على صعيد التفاوض والعلاقات المشتركة، من شأنه أن يزيد من تفاقم الأوضاع في غزة، والناس وحياتهم يجب أن لا تكون رهينة على الإطلاق بالطبع، في ولكن تطورات هذا يعني الملف. ستبقى ان نقطه التفاوض هي نقطه اساسيه ربما في الايام القادمه يعني سيكون فيها الكثير من الجديد. اعود معك مره اخرى الى مساله الارقام، يعني سمعنا ارقام كثيره استاذ عدنان. الرئيس عباس ابو مازن تحدث عن 4 مليار تقريبا، انتم تحدثتم عن مليار و6 من عشره، نعم، وكان هناك قبل ذلك ارقام تحدثت عن 7.5 مليار. ما الأرقام هي هذه التي الاختلافات نعم بين الأرقام؟ الأرقام التي تحدثت مسبقا عن 7 مليار و8 مليار مرة 9 مليار، يعني نحن كان لدينا رأي بأنه يجب عدم الاستعجال، وكنا نسأل على أي أساس يتم إصدار هذه الأرقام بعد 24 ساعة من نهاية الحرب، يعني لا يمكن على الإطلاق. ليس هكذا يتم التعامل مع المانحين، نحن لدينا خبرة هائلة في التعامل مع المانحين العرب وأيضا الدوليين، وهؤلاء الناس لديهم أيضا صور جوية لما حدث في قطاع غزة، يعني القضية بالنسبة لهم يعني قضية. هل معنى ذلك أن الأرقام يعني التي تم الإعلان عنها قبل ذلك كانت أرقام مبالغ فيها؟ أعتقد عندما يتم الحديث عن 9 مليارات بعد 24 ساعة، هذا رقم لا يمكن على الإطلاق أن يصدقه أحد، ولكن بدأت مع انتشار الفرق الهندسية بالذات التي أرسلناها نحن إلى كل مناطق قطاع غزة، وقمنا بعمليات تقييم حقيقية، بدأت الأرقام تقل قليلا. نحن تقدمنا بأننا بحاجة إلى 1.6 من 10 مليار دولار، السلطة الفلسطينية تقدمت بمبلغ أكبر. لماذا بصراحة؟ لأنه هم مسؤولون عن الصناعة، القطاع الصناعي دمر، عن الزراعة، عن الصيد، عن شبكات الكهرباء، شبكات المياه، عن محطات الكهرباء، كل هذه الأمور من مسؤوليتهم، وهذه تكلف مئات ملايين الدولارات، لذلك أستاذ، خطتهم شاملة نعم كانت. أستاذ عدنان، يعني لن يكون هناك إعمار إلا بتعاون إسرائيلي، هل أنت متفائل؟ يعني نعم، ليس أمامي إلا أن أكون متفائلا، يعني أنا أتعامل مع الحقائق، يعني عدم التفاؤل يعني الخراب،
ويعني أن هناك مشكلة كبيرة، وتفاؤلنا نستمد من الناس أيضا سنرى رغم في كل هذا الأيام. الخراب، إلى الناس في غزة لديهم أمل ومتفائلون في مستقبل. وكما قال مفوض الأونروا اليوم، قال على الفلسطينيين أن يفخروا بأنهم فلسطينيين لما لمسوا، يعني هو رجل من سويسرا، لما لمسوا من هذه الروح العظيمة وهذه القدرة الهائلة على الصمود على المستوى الداخلي، وأنه يريد. واليوم في غزة لو رأيت أي شارع تشعري، لا تصدقي بأن هذا الحرب تعهدات كانت اليوم قبل. من الكثير من الدول، ننتظر حتى يكون يعني كل هذه التعهدات تنفذ على أرض الواقع. أشكرك شكرا جزيلا على شكرا هذا لك. اللقاء. كان معي أستاذ عدنان أبو حسن، المستشار الإعلامي للأونروا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، غدا يتجدد اللقاء في تمام 9 بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.